بنت زيدك صول دار الكرام وأهل العطايا وضيف الكريم المد والجود واستبشر بغض الهدايا في محفل يذهب العشوق من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الظفرة رعود خب عطايا الله سوايا وظلم مدينة زيدك صول دار الكرام وأهل العطايا وضيف كريم المد والجود واستبشر بغض الهدايا في محفل يذهب العشوق سبها على السمايا وسط على المريخ بجاه واخوانها اللي بهم كفايا اسناد له وعضوده عضود حمدا محمود السجايا ماخذ مزايا الريس العود يمد بكفوف صخايا يفرح بشافه كل ما ضهود تبصر به عيون العمايا ويشفى بها المتلف الميهود عساهم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا متابعين الكرام في كل مكان نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد في انطلاقاتنا المتواصلة في صباح هذا اليوم لتعلن انطلاقة شوطنا العاشر للإبكار اللقاية المهجنات الأصايل مع مقيض الدار أبدأ في هذه اللحظات لأتابع ناصية سيف بن سلطان بن حمد الشامسي من يقدم لنا ناصية وحضور ناصية المركز الثاني القدوم من غند الفندي بن سيف بن مبارك المزروعية يقدم لنا غند بينما المركز الثالث الحضور والتواجد من الواعي أحمد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري ورابع المراكز رابع التحديات علاج سهيل بن علي بن عبيد بن حمد الأغفلي وخامس المراكز القدوم والحضور أحضرت الضبيل يحضر شعار عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان القادم والحاضرة في هذه اللحظة جود علي بن محمد بن عمير الراشدي وكذلك القدوم والحضور والتواجد من العنود حمد بن سعيد بن عبيد بن بدر العليلي يقدم لنا شعارة وأمس قادمة بشعار عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي قادم في هذه اللحظات بينما أتابع من الحاضرة والقادمة في هذه الأثناء الواعية 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 هي القادمة وكذلك مهمة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم هذه الانطلاقة وهذا التحدي بينما أتابع انطلاقتي وحضور تحذير لعيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي وعاشر المراكز عاشر التحديات القدوم مع نجاح عبد الوهاب بن بخش بن غلام بن محمد من يقدم لنا هذه الانطلاقة ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الأسماء إلى ناصية وحضور ناصية ناصية وانطلاقاته
بن سلطان بن حمد بالأصلية الشامسية، من يقدم لنا ناصية وحضور ناصية وانطلاقات ناصية على المركز الأول وعلى أول التحديات. المركز الثاني من جاوزت في هذه اللحظات وحضرت بهذا الحضور، أوصلوا جود علي بن محمد بن عمير الراشدي الراشدي الراشدي، مع جود وحضور جود وانطلاقات جود. ولكن المركز الثالث من الجانب الأيمن أوصلت وحضرت في هذه اللحظات أتابع الواعي أحمد بن محمد بن سالمين بن مبارك العامري، والمركز الرابع الحضور التواجد والانطلاق في هذه الأثناء، من وصلت وحضرت في هذه اللحظات حسين السيل بن عبد الله بن هزيم الشامسي. والمركز الخامس الحضور من أمس عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي، والمركز السادس الوسمية أول نداء للوسمية محمد بن سالم بن علي الدرعي، وكذلك القدوم والحضور من حاف خليفة أم سلطان بن خليفة بن زهر الخيلي. بدأت الأسماء في الحضور، بدأوا في الحضور أهل اللقاية الحاضرين في هذا الصباح، ولكن الزرعي وشعاره وبن زهر الخيلي والراشدي، ولكن من حاف وحضوري من حاف وانطلاقاتها هنا سلطان بن خليفة بن زهر الخيلي والعصب الابطاني الخيلي العصب الابطان. روح للناموس روح، وصل الراشدي وصل عجود علي بن محمد بن عمير الراشدي والخيلي الخيلي ولا الراشدي، ولكن الراشدي مع جود وانطلاقات جود وحضور جود علي بن محمد بن عمير الراشدي بعروض الأبطال بعروض الكبار، لأنه واحد الكبار الراشدي وجود إلى الناموس يا الراشدي علي بن محمد بن عمير الراشدي مشكور يا أبو محمد إلى مغافة يا الراشدي يا مالك جود. تهانينا والفي مبروك على الفوز والانتصار. المركز الثاني من حاف سلطان بن خليفة بن زهرة الخيلي، والمركز الثالث كان حضور وتواجد مذيار لعبد الله بن هلال بن غريب الجنيبي، والمركز الرابع كان الحضور من الضبي راشد بن عبد الله بن حميدان المنصوري، وخامس المراكز كان حضور وتواجد ايضا هنا كانت ايضا اللي هي همس لعبد الله بن سالم ام عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. تهانينا لمالك جود علي بن محمد بن عمير الراشدي، والسلام إلى مغافه مع جود. 5:58 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والفي مبروك. المركز الثاني كانت من حاف مع ثاني المراكز لسلطان بن خليفة بن زهرة الخيلي، من وصلت وقدمت أيضا عرض يشكر عليه الخيلي 6:00 خمسة أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان الحضور أيضا من وصلت مع المركز الثالث مذيار عبد الله بن هلال بن غريب الجنيبي 6:00 وجزء وحيد من الثواني. المركز الرابع كان حضور وتواجد الظبي لراشد بن عبد الله بن حميدان المنصوري، توقيتها 6:04 من الثانية. أما المركز الخامس فكانت أيضا وكان شعار الزرعي حاضرا مع المركز الخامس 6:00 وأيضا 8 أجزاء من الثواني.